الطاقة مرض عالمي، ففي الوقت الذي تشع فيه المدن بأضوائها وأنوار سياراتها لم تتوقف للحظة واحدة حركة الإنتاج. حلقة ترتكز على مواد الطاقة الأحفورية أقدمها الفحم الحجري وأحدثها النفط، مواد لن تنفذ يوما في عيون التجار والاقتصاديين، إلا أن مجهر العلماء يؤكد سرعة نفاذها في المستقبل غير البعيد. هل هذا الواقع سيؤدي إلى نشوب حروب وأزمات على مصادر الطاقة، أم أن هذه التحديات ستتمكن البشرية من تخطيها؟ توجهت يورونيوز إلى النرويج للاستفسار أكثر عن أمن الطاقة العالمي، حيث قابلت ستين تونيسون مدير المعهد الدولي لبحوث السلام في أوسلو. مؤرخ صب اهتمامه على الصراعات العالمية في العقدين المنصرمين وركز دراساته على الصراعات في الشرق الأوسط والقضايا الآسيوية. للإجابة طرحنا الأسئلة عليه. تقول أن أمن الطاقة العالمي لا يمكن فصله عن التغيير المناخي، ماذا تعني بذلك؟ تغير المناخ هو مشكلة عالمية تعني البشرية جمعاء، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لأمن الطاقة. فالنفط هو السلعة العالمية الأكثر رواجا، تجده بكميات كبيرة في بعض البلدان ويتم استهلاكه في غيرها من الدول الكبرى التي لا تملك ما يكفيها منه، وبالتالي لضمان توفير الحاجة للنفط لا بد من تأمين أفضل أداء للأسواق العالمية. كلاهما عالمي، وتغير المناخ يرتبط أساسا بالطاقة. لهذا السبب أنت تدعو لعهد جديد من التعاون العالمي والدبلوماسية العالمية، على اعتبار أن المصالح الوطنية الضيقة ليست مستدامة. الكثير ممن يحاضرون اليوم عن أمن الطاقة يتحدثون عن أمن الطاقة الوطني، وهو ليس بأمر بناء. لا أعتقد أن التوجه نحو الانشغال بأمن الطاقة الوطني أمر سليم، فسعي الدول الحثيث للبحث عن حاجاتها من الطاقة هو أمر غير بناء أبدا. لابد أولا أن نبحث عن تأمين سليم للأسواق في جو المنافسة من جهة، ومن جهة أخرى يتحتم علينا العمل العالمي والمحلي في آن للبحث عن مصادر الطاقة المتجددة. لابد إذن من التغلب على هاجس التفكير بأمن الطاقة الوطنية. كيف يكون هذا؟ أعتقد أن علينا تنفيذها بعدة وسائل. تتمثل المهمة الأولى بالتوصل إلى معاهدة جديدة، فعندما تنعقد قمة كوبنهاجن في نهاية عام 2009 يجب أن يكون هناك معاهدة عالمية تحفز كل دولة على التبرع بالحد من مستوى الانبعاثات، وبعد ذلك تحتاج البلدان إلى الاتفاق على مشاريع الاستثمار الضخمة. فلنتحدث عن الصين والتي تعيرها اهتماما. الصين أعلنت مؤخرا أن الغرب يدفع حاليا ثمنا انبعاثات الكربون من الفترة التي كانت تصنع فيها بضائع الغرب. تصريحات عبثية ليس كذلك؟ ولكن أنت تعتبر هذه التصريحات ليست عبثية؟ لا أعتقد أنه من العبث أن تطالب الصين الغرب بدفع هذه التكلفة، ولكن من جهة أخرى ينبغي عليها أن تنتج بشكل يجعل من الممكن إنتاج السلع بطريقة مختلفة لا تؤدي إلى هذا القدر من الانبعاثات. لا ينبغي أن يكون مجرد ضريبة على الاستيراد، وإنما أن يتم توجيه الأموال المستثمرة في الصين لإحداث تغيير تكنولوجي، وهو سبب يحتم على الصين أن تفتح أسواقها لتعاون مع الدول الكبرى لمثل هذه المخططات. هل أن عبور الطريق إلى الأمن العالمي للطاقة محفوف بالمصاعب؟ إن الطريق لأمن الطاقة العالمي يمكن بالفعل أن يكون صعبا، لأننا نعرف أن النفط بمعظمه متواجد في مناطق قليلة الاستقرار، كما نعلم أن الصين في طريقها لأن تصبح قوة عظمى تقترب حاجتها للطاقة من مستوى حاجة الولايات المتحدة، فبدأت بالمنافسة على نفط الخليج. ثم أمر آخر، حيث أخشى أن مؤتمر قمة كوبنهاجن في كانون الأول لن ينجح إذا ما رفضت الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بالتوافق على معاهدة واحدة. في هذه الحالة من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على المنتجات الواردة من البلدان التي لديها انبعاثات عالية. لذلك بدلا من حث الصين على المشاركة سيتم التوجه لمعاقبتها.
for this as China wants, one will start to impose customs. And that will be protectionism. هنا نتحدث عن الحمائية وسوف تؤدي إلى تدمير النظام التجاري العالمي وإلى حالة من الشلل وانعدام التوازن في الكثير من البلدان المصدرة. واقع يسمم الأجواء الاقتصادية العالمية وربما يؤدي في نهاية الأمر إلى صراعات مسلحة وحروب. ولكن أريد أن أكون متفائلا، ولذلك أعتقد أنه إذا تمكننا من مجرد تأمين القدر الكافي من الاستقرار في المناطق المنتجة للنفط وتحديد الفترة التي قد ينفذ فيها هذا النفط، عندها تتمكن الدول من تحفيز العمل على مصادر بديلة للطاقة. يجب أن يتم هذا الأمر بسرعة إذا أردنا أن نمنع تردي المناخ العالمي أكثر بكثير مما هو الآن. مشكلتنا أساسية، لن ينفع بعد اليوم أن ندير لها ظهورنا.